البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه،
وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم، عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا. آمين. اعترفوا للرب فإنه صالح، وإنا إلى الأبد رحمته. فليقل الذين نجوا من قبل الرب، الذين أنقذهم من أيدي أعدائهم. باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر، اصطلعت الشمس وكنا يقنا فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج، لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا
جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فاندهشنا فقال لهن: لا تندهشنا، أنتن تطلبان يسوع الناصري المصلوب. قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر، لأن الرعدة والحيرة أخذتهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. والمجد لله دائم.